شكرا. نعم. نختم دائما، نحن لديك العديد من الروحانيات هذه الليلة. نعم. نعم. فماذا عن روحنا؟ لم نقرأ الفاتحة على روح الشهداء عندما بدأنا، فلنقرأها في النهاية في ختام إن شاء الله، في ختام الحلقة. كما أن الصالحين يحاربون معكم، وهذه ليست مجال للشك، هناك أهل الباطن يحاربون معكم. وأنا عندي رسالة اليوم نوجهها من الحكيم سليمان إلى السلطان حبتوه المغرب: لقد كثر الهرج والمرج والأخذ والرد، عليه أرسل طيور أزرب الخضر، عليهم دك بلادهم الجزاء من جنس العمل، واحدة بواحدة والبادي أظلم، عمم الظلام، ابدأ بولايتين ودع البومة السوداء تنعق، رد الفعل بالمثل وتتجرع الإشعاع الياباني، وأهرج وأمرج من يسكنها عبثا تحاول نقلهم بالسفن، وإلى أين تخندقهم في السراديب انهيراء، ستنعق البوم والندم والحسرة. لا حل للإشعاعات النيزكية أيها الأمريكيون، أرحلوا قبل أن يداهمكم الموت البطيء السريع، تراجع وعوض ما فاتك، وإن تقدمت على العناد نتقدم لأكثر فوضى في العالم. وأنتم تعلمون من هو المربوط الليبي، السلطان هيمشاس، أرض الأتراك تنشق بزلزال من أجل بيع الدين بالدنيا، السلطان أشاوس، أرض الإنجليز والتابع القطري والإمة الإماراتي، ريح صفراء تحمل غبار الموت وغضب الطبيعة يطهر قذارة البشر. أرحلوا يا آدميين، هذه المدن إنذار الموت قادم لا محالة، قادتكم لم يتركوا لكم خيار، ستموتون غدا باليوم. واحدة بواحدة والبادي أظلم، عمم الظلام، ابدأ بولايتين ودع البومة السوداء تنعق، رد الفعل بالمثل وتتجرع الإشعاع الياباني، وأهرج وأمرج من يسكنها عبثا تحاول نقلهم بالسفن، وإلى أين تخندقهم في السراديب انهيراء، ستنعق البوم والندم والحسرة. لا حل للإشعاعات النيزكية أيها الأمريكيون، أرحلوا قبل أن يداهمكم الموت البطيء السريع، تراجع وعوض ما فاتك، وإن تقدمت على العناد نتقدم لأكثر فوضى في العالم. وأنتم تعلمون من هو المربوط الليبي، السلطان هيمشاس، أرض الأتراك تنشق بزلزال من أجل بيع الدين بالدنيا، السلطان أشاوس، أرض الإنجليز والتابع القطري والإمة الإماراتي، ريح صفراء تحمل غبار الموت وغضب الطبيعة يطهر قذارة البشر. أرحلوا يا آدميين، هذه المدن إنذار الموت قادم لا محالة، قادتكم لم يتركوا لكم خيار، ستموتون غدا باليوم. نعم. يعني دكتور، هو دائما نحن قبل أن ننهي دائما نذكر، يعني دكتور، هو دائما نحن قبل أن يعني دكتور هو دائما نحن قبل